وقد توافد حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفات الطاهر لاداء الركن الاعظم في الحج حيث ينتظر ان يقضي اكثر من مليوني حاج يومهم الى غروب الشمس في عرفات قبيل النفير الى المزدلفه واكدت المملكه العربيه السعوديه انها اتخذت كل الاجراءات الاحترازيه الضروريه ونشرت ما يربو على 100 الف من افراد قوات الامن وثلاثين الف من, من العاملين في مجال الصحه للحفاظ على سلامه الحجاج وتقديم الاسعافات الاوليه